كونكشن بين عمود وكاميرا، والكاميرا مكونة من قطاع IPE 400، والعمود HE 400B اللي هو بتسموه Broad Flange I-Beam، بس الاسم بتاعه حاليا اسمه HE 400B. و Steel Elements are Grade 52. Connected Blades are Steel 37. The Acting Force on the Contact Surface are M بتساوي 900 طن. أنا عندي مومنت على الوصلة مقداره 900 طن، وعندي شير على الوصلة مقداره 6 طن. If the connection is designed to be friction type connection and the bolt used are M22 grade 10.9. فأنت عايز تصمم الوصلة دي على أنها friction type connection. احنا اتفقنا أن المسمار الـ 8.8 أو الـ 10.9 أنا ممكن أستعمله كوصلة عادية خالص، أسميها bearing type connection، أو أعمل له التنشن المطلوب بتاعه أن أنا أربطه بالتورك العالي وعالج الأسطح، فيبقى friction type connection. البولتس اللي هنستعملها هنا M22 10.9. check the safety of the connection، يعني احنا فرضنا شكل الوصلة اهي، افترضنا شكلها كده، او المثال بيفترض لك شكلها، او انت في حياتك العملية هتفترض شكلها برضو. انت عندك القطاع اهو، وافترضت ان انا هحط له connected blades، وليكن عادة بنعمل ايه، بدي مسافة هنا اهو، بعد مقاس الكاميرا، الكاميرا انا عملت لها ديزاين في الستيل ديزاين كورس، وعرفت القطاع بتاعي مثلا IPE 400 زي ما هو في المثال، بقوم مدي هنا 20 ملي فوق و20 ملي تحت، اللي هي تسمح لي ان انا احط اللحام، وادي برضو خلوص يمين وخلوص شمال من 20 ل 30 ملي ولا حاجة، يبقى ده الهيد بليت. وبعدين موزع المسامير، طبعا توزيع المسامير زي ما انت تعلمته عندك دي ايدج ديستنس. انا هنا مش بقول لك المثال بقى، انا بكلمك كان انت مهندس وانت اللي بترسم الوصله دي. فالراجل اللي عمل المثال عمله ازاي؟ هو عمل اللي انا بقول لك عليه ده. فهاخد من هنا لهنا، بقول ان المسافه دي لا تقل عن 1.5 فاي، بس ما تنساش انه في لحام هنا، فلازم اقول ده بس قبل اللحام هو 1.5 قطر المسمار، وبعدين ده سمك اللحام اللي انا هحطه. المسافة اللي هنختارها هنا لا تقل عن ده. طبعا هنا لما بنقول ان دي 80 من هنا الى هنا، احنا حسبناها وعرفنا انه لازم ده هيوفي المسافة اللي بقولك عليها، اللي هي 1.5 فاي زائد سمك اللحام من جوه الفلانج. وبالمثل من فوق، وبعدين وزعت المسافة ما بين دول، حطيت فيها عدد المسامير اللي انت عايزه، تمام، بحيث ان المسافة ما بين كل مسمار واخوه من 1.5 من 3 قطر المسمار، المسافة الداخلية 3D إلى 6D. وزعنا المسامير بهذا الشكل، أصبح في الآخر بقى عندي connection، والconnection دي مطلوب منها أنها تشيل مومنت مقداره 9 متر طن، وتشيل شير مقداره 6 طن. ده اللي احنا بقى هنبدأ عليه، اعمله ازاي، اشيك ازاي ان الوصلة اللي انا فرضتها دي هي وصلة امنة. من الجداول هشوف الـ M22 10.9 ده بيشيل تي مقدارها قد ايه. هخش على الجدول هلاقي ان التي اللي بيشيلها هي عبارة عن 19.8 طن. عشان اتأكد ان الوصلة دي فريكشن تايب كونكشن، لازم اطمن انه لما عملت العزم ده هنا مش هتفتح. انا دلوقتي البليت ده هيتلف كده هو مع البندنج مومنت، صح؟ فهو لما هيلف كده مع البندنج مومنت هيفتح من هنا، هقدر ادخل صباعي في الحتة دي، ولا هيفضل ده وده لازقين في بعض؟ لو فضل لازقين في بعض يبقى تفضل friction type connection. لو فتحت، لو المومنت فتحها هيبقى مش هقدر استعملها friction type connection، وهتتحول الى bearing type connection.
يبقى لازم الاول اطمن انها هتفضل connected او connecting surface كله متلامس، فهحسب حاجه اسمها اف compression. compression ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ربط المسامير. انا هرجع هنا صح ده كده، هنقول انه كل مسمار من دول انا ربطته فبقى عليه tension force كده، فالtension force دي عامله لي compression force على ال connected surface، فكل مسمار من دول عمل لي force عامله كده نتيجه لربطه، نتيجه البري tension بتاعه. الفورس دي قيمتها كام؟ قيمتها تي، هي طبعا انا بشد تي هي تضغط تي. فيبقى انا عندي 10 مسامير كل مسمار منهم بيضغط بمقدار 19.8 من 100 على مساحة البليت اللي هو 24 في 44، 24 سنتي في 44 سنتي، ادي 24 في 44 يديني قيمة الضغط اللي هيحققه المسامير، قيمته 0.181 طن على كل سنتيمتر سكوير. ده الضغط الناتج من ربط المسامير. لما يبقى في مومنت على الكونكشن، المومنت ده هيعمل لي ستريس، تنشن ستريس فوق وكمبريشن ستريس تحت، مقداره ام اوف واي على اي. يعني هحسب الاي بتاعت الكونكشن الاول، الانرشيا بتاعت الشكل ده، ده مستطيل الانرشيا بتاعته حوالين مركزه، دي حاجه انت عارفها كويس قوي اللي هي بتقول موازي في عمودي تكعيب على 12. يبقى الموازي المحور اكس او محور الدوران بتاع البندي مومنت هو ال 24 سنتي، والعمودي هي ال 44 سنتي تكعيب على 12. دي الانرشيا بتاعه الكونكشن او انرشيا الهيد بليت اللي هو سطح التلامس. الفورس الناتجه عن الشد في ابعد نقطه هنا اللي هي الاف 1 دي قيمتها ام اوف واي على اي، المومنت في ابعد نقطه على الاي بتاعه الكونكشن. يطلع الشد الناتج من العزم هو 0.116، وده اقل من الكمبريشن فورس اللي المسامير حققته لي اللي هو كان 0.18. يبقى ده اقل من 0.18، يبقى مش هيحصل انفصال ما بين الكونكتنج بليت وفلانجت العمود، يبقى بالتالي هقدر اكمل الكونكشن دي على انها فريكشن تايب كونكشن. بعدما عرفت انها في تلامس ومش هتفصل، هحسب F2. F2 هي ما بين، هاجي ما بين المسمار ده والمسمار ده، هحط كده سنتر لاين، وهحسب قيمة F2 عند السنتر لاين ده. طبعا انت تقدر ترسم الكلام ده وتتحقق ان المسافات اللي انا كاتبها لك هنا 105 او 115 دي ارقام مظبوطة، انا مش غلطان فيها، ولو انا غلطان في حاجة منهم طبعا المفروض تراجعني. فهنا طبعا 105 دي حسبناها حساب رياضي عادي من الرسم، اللي هي نص المسافة بين المسمارين دول، خدت ده وآخر الطرف خدت F1. فتحسب قيمة F1 M of Y على I، وحسبت قيمة F2 اللي هي برضو M of Y على I، بس طبعا F2 على الواي بتاعتها تساوي 10.5 سنتيمتر. يبقى الإجهاد اللي هنا 0.055 والإجهاد اللي هنا 0.116. شبه المنحرف ده عامل شد على الجزء ده كله من البليت، يعني شبه المنحرف ده عامل شد على الجزء ده من البليت، واللي مسؤول على إنه يرجع أو يتحمل الشد ده هو المسمارين دول. أوكي؟ يبقى بالتالي هيطلع على المسمارين دول tension force قيمتها T external bending due to moment، اللي هي T external على المسمار due to moment اللي هي في center إيه؟ المسامير. في center المسامير. ودي T average اللي هي بتلخص لي المثلث ده او شبه المنحرف ده في منتصف الارتفاع، يعني في نص ال115. طبعا هي المفروض لو انت عايز تحسبها بالظبط المفروض انها ما تكونش في نص ال115، بس مش هتفرق كتير، انا هعتبر انها افريج بتاع القيمتين دول
وهاخد هنا اهو في النص واقول انه الافريج بتاع القيمه دي والقيمه دي بيشد في نص المسافه ما بينهم، وده قيمته تي افريج. تي افريج متوسط اف 1 واف 2، ادي تي افريج متوسط اف 1 واف 2 ضربناه في البي في الاتش. البي اللي هو العرض زي ما قلت لك، احنا ايه كل ده انا بحسب على الجزء ده كده. البي ده 24 والارتفاع دوت اللي هو 115. طبعا برضو 115 من الجيومتري بتاع الوصلة. يبقى بالتالي لو عايز بقى اعرف القوة الرياكشن اللي على المسمارين دول يساوي كام، فاقول 2 تي external bolt due to moment، 2 عشان هم مسمارين، في الشد في كل واحد منهم، في المسافة ال 14 سنتي دي اللي هي من هنا إلى هنا، برضو دي من جيومتري الشكل تقدر تعرف إن المسافة دي من المسمار ده لنص الوصل عبارة عن 14 سنتي. الكلام ده بيساوي تي افريج في المسافة دي. أوكي، التي افريج في المسافة دي اللي هي 10.5 زائد نص ال 11.5 في التي افريج، ساوي ده بده يطلع تي اكسترنال بولت ديو تو مومنت بيساوي 13.75 تونز. هنا ما فيش براينج فورس، فبالتالي البراينج فورس تساوي زيرو. ما دام ما عنديش تي ستوب او اكويفالنت تي ستوب، يعني ما عنديش حاجه بتعمل كده، ما عنديش الشكل ده اللي هو هيتني كده ويعمل لي بي هنا وبي هنا، يبقى ما عنديش براينج فورس. فتي external bolt due to moment plus prime force بتساوي 13.75 ودي أقل من 8.10 تي، يبقى أوكي. كيوب بي اللي هو الشير على كل مسمار عبارة عن الشير الكلي على 10 مسامير بستة من عشرة، بقارنه بالبي اس من الجدول اللي هي بستة واحد من عشرة، يبقى كل مسمار شايل أقل من البي اس بتاعته، يبقى أوكي. يبقى الوصلة اللي أنت فرضتها دي وصلة آمنة وما فيهاش أي مشكلة. اللي أنا مش مكمله لك هنا بس لازم تكون أنت عارفه كمهندس دلوقتي، أنت عملت الأناليسيس بتاعك وعرفت أن المسمار ده عليه تنشن فورس بتساوي كام. عندي هنا هو tension force بتساوي 13.75. لو انا بقول لك احسب لي بقى تخانة البليد ده، الفورس دي هتعمل مومنت على البليد، المومنت ده ممكن يكون بيتوزع كده وبيتوزع كده، تمام؟ فالمفروض ان انا اشوف يا اما اعمل finite element analysis واشوف المومنت ده هيعمل لي mx تساوي كام وmy تساوي كام على الهيد بليد، واخد الاكبر منهم واصمم تخانه البليت عليه، يا اما افترض افتراضات مثلا ان اقول انه كاني هقول ان هو ماشي وان واي كده في العرض ده، واقول التنشن فورس في المسافه دي بتديني مومنت في حته عرضها قد كده، واصمم تخانه البليت على هذا الاساس. يعني حول البليت كانه كاميرا عليها بيندنج مومنت واشوف تخانه الكاميرا دي عايزها قد ايه. مثال اخر لما يكون دكتور بعد اذنك اتفضل. شلون هي اف 2 هنا؟ انا حددت على اس ايه ولا ان انا اخترت المسمار اللي فوق؟ طيب ما انا الوصله دي عليها بيندنج مومنت صح، عليها عزم كده، واحنا بنشيك على المسامير، فطبعا اعلى مسمار عليه اجهاد هو ابعد واحد لانه اكتر واحد بعيد عن محور الوصله، فهو اكتر مسمار معرض لشد. أوكي، لأن أنا في الآخر أنا بقارن إيه المعادلتين دول، أنا عايز الشد في المسمار مع البراينج فورس أقل من 8.10 تي، وعايز الشير في المسمار أقل من بي أس. ده الديزاين تشيك بتاعي. فهاخد أنه مسمار، أخد المسمار اللي في النص ده ما عليه الشد خالص، ده العزم بيلف حواليه، يبقى التي هنا بصفر، التي هنا بقيمة بس أكيد أقل من التي في ده، تمام؟ عشان كده خدت أبعد مسمار وهو اللي انا عملت عليه الاناليسز، وبالتالي مش لازم اعمل اللي جوه بقى خلاص، ما دام اللي هو بره خالص سيف يبقى الباقي اكيد سيف.
ده جزء السؤال الأولاني. الجزء الثاني سألتني بقى على إيه؟ F1 و F2؟ F2 لا اخترت المسافة اللي هي 105 دي، طيب جت من السؤال. المسافة، ما هو الأول أنا اخترت المسمارين اللي هعمل عليهم إن أطمن على السيفتي عندهم، تمام؟ وبعدين هم مسؤولين عن سنتر لاين تو سنتر لاين بينه وبين أخوه، فهو مسؤول عن الحتة دي، فدي اللي نشأت عنها 105. فهمتني؟ يعني انا حددت مكان ال F2 اللي هي نص المسافة بين المسمارين لغاية السنتر لاين النص، بتاع الشكل كله. تمام، نص المسافة ما بين المسمار اللي أنا بحسب عليه واللي بعده على طول إلى السي جي الواصلة، ده السي جي بتاع الواصلة، تمام؟ وده اللي حاسب عليه F2. نشوف مثال رقم 5. مثال 5 بيقول لك عيد الاكزامبل اللي فات ده بس بوصلة تانية بشكل تاني. الوصلة اللي فاتت ما كنتش انا حاطط مسامير فوق فلانجة الكاميرا، كلهم كانوا جوه الويب. هنا عايزين نعمل نفس المثال، بس احط هعلي الهيد بليد ده او الكونكتنج بليد، اعليه فوق الابر فلانج عشان احط مسمار فوق مسمار تحت. فبقى عندي مسمارين فوق الفلانجة ومسمارين تحت الفلانجة وبس مسمارين هنا اهو تحت. طبعا مش محتاج احط الباقي، المسافة دي المفروض انها ما تزيدش عن الماكسيموم سبيسنج، واحيانا ممكن نتجاوز عنه شوية، يعني هي ممكن لغاية 40 سنتي، فانت عندك هنا 28، اتس اوكي. هنا هنعمل ايه؟ ادي المومنت وادي الفي. هحول المومنت الاول الى شد وضغط زي ما شرحتها لك لما كنا بنتكلم عن البراينج فورس. فيبقى انا عندي تي شد هنا وسي ضغط هنا نتيجة من المومنت، وده الدراع العزم هو من نص الفلانجة دي لنص الفلانجة دي، وده اللي احنا كنا سميناه في شرح المحاضرة المرة اللي فاتت هو الدي بي، depth due to bending. الأول هشوف هيحصل separation في البليتس ولا لأ عشان أفضل بعملها معاملة friction type connection. بس هنا حتى لو حصل separation، يعني برضو دي هنا دي خطوة زيادة أنا بقول لك عليها، بس هي ليست ضرورية. ليه ليست ضرورية؟ لأنه افرض أنه هيحصل separation، هيحصل separation هنا مثلا، لأن احنا دلوقتي لما هنشد المسمارين دول هيشيلوا كل التنشن ده، والجزء اللي تحت المسمار ده مش هيحس بحاجة خالص، هو مش هيشيل غير الشير، وده بيضغط ده الحديد ده بيضغط على الحديد ده وخلاص. فالمسمار ده مش هيشيل غير الشير، والأربع مسامير دول مش هيشيلوا غير التنشن. فافترض انه هنا حصل سيبريشن، دي نورت هنا، هيجرى ايه؟ ولا اي حاجة، مش هيغير حاجة في الديزاين. فهنا الاول بس هشوف هيحصل سيبريشن ولا لا. هقول اف كومبريشن 6 مسامير، كل واحد بيديني 19.8 طن تي بتاعته على مساحة البليت اللي هي 24 × 50.2. طبعا هنا مساحات مختلفة، ادي 50.2 وادي العرض 24. يبقى الكومبريشن الناتج عن شد المسامير قيمته 0.095 طن على سنتيمتر سكوير. المومنت اوف انيرشيا بتاع الكونكتنج بليت، الكونكتنج بليت بتاعي ارتفاعه 502 وعرضه 240، فهقول 24 × 50.2 تكعيب على 12، دي الاي كونكشن. وبعدين هشوف التنشن ستريس عند ابعد نقطة ام في واي على اي، طبعا المسافة اللي هي 25.1 اللي هي نص ال 502، يطلع 0.089 طن على سنتيمتر سكوير. الكمبريشن الناتج عن المسامير كان 0.095، ولكن الشد الناتج عن المومنت 0.08، فبالتالي هو اقل من الكمبريشن ابلايد باي البولز، يبقى مش هيحصل اي سيبريشن. نحول بقى المسألة
سيستماتيك، ان انا هاخد الجزء العلوي من الفلانج ده، الجزء العلوي من الكونكشن، وهنسى كل الكونكشن، مش هتعامل غير مع الجزء العلوي من الكونكشن ده. يعني هعمل خط هنا افتراضي كده، الخط الافتراضي ده ال35 دي اعمل زيها تحت، يبقى هنا كمان ايه 35، وانسى كل اللي تحت الخط الاحمر ده، واتعامل مع دي بس كانها تي ستوب، يعني حتى العصب ده هنساه كاني مش شايفه. وعندي هنا هو ده بليت، والبليت ده معرض للتنشن عمودي على السبوره قيمته تي، فيبقى الشكل ده كله equivalent للمنظر اللي احنا رسمينه هنا اهو، تي ستوب اللي بنابلاي كل المعادلات بتاعت الكالكوليشن اوف براينج فورس وتخانه البليت. بتيجي من ان انا احول المساله الى equivalent تي ستوب كونكشن. فالفورس التي بي هيشيلها 4 مسامير، كل مسمار هياخد ربع التي بي زائد البراينج فورس. الدبث من الفلانجة اللي فوق الى الفلانجة اللي تحت 40 ناقص 1.35، اللي هو تخانة الفلانجات، يطلع ادي الدبث بتاعي. يبقى التنشن بيساوي كومبريشن بيساوي الام على الدبث، المومنت على الدراع بيساوي 23.28. يبقى القيمة دي عبارة عن 23.29 طن. دي هتتقسم على 4 مسامير، يبقى التي في المسمار الواحد ربعها، بس لسه ما قلناش عليها دلوقت. عشان اجيب البراينج فورس، لو لاحظت في محاضرة المرة اللي فاتت، عشان اجيب البراينج فورس، البراينج فورس هي معادلة معتمدة على تخانة البليت، معتمدة على التي بي. يبقى لازم اعرف تي بي، عشان اعرف تي بي لازم حاجة من اتنين، يفرضه واخلص كل الحل واتأكد انه اللي انا فرضته ده سيف، طبعا ممكن يطلع فيري سيف فتخنه شوية وارجع اعمل كل الحسابات تاني، او يطلع ان سيف، يطلع سيف قوي فقلله شويه وارجع اعمل حسابات تاني، او يطلع ان سيف فزوده شويه وارجع اعمل حسابات تاني. يبقى في جميع الحالات لازم يكون عندي تي بي. هنا بنعمل ايه؟ بنفترض المومنت، مش بفترضه، بشوف ابروكسيميت مومنت الواقع على البليت. من الشكل ده كده عندي مومنت هيطلع على البليت قيمته تقريبا الشد في المسمار في L على 8. مين L؟ المسافة من دل ده دي L، يعني كأنك اعتبرت الحتة دي كأنها fixed وعندك force هنا هو اسمها TP. تمام، كاميرا fixed ends وعليها force في نصها قيمتها TP، تديني مومنت بيساوي كام؟ TP في ال L، ال L اللي هو الارتفاع ده على 8. طال الارتفاع ده 10.7، ده جبته منين؟ ده من شكل الوصلة برضو. لو رجعنا لشكل الوصلة بتاعتنا، خلينا في مكان انضف شوية، اهي 107 من المسمار ده للمسمار ده، ده ال L بتاعي يطلع لي مومنت تقديري ما هوش حقيقي قيمته 31.1، ده قيمة المومنت على البليت. طبعا المومنت ده ابلايد على ايه؟ على عرض البليت كله، يعني دي كلها كده العرض بتاعي كان 240 ملي. يبقى انا اقول ست المومنت على البي في الاف اللابل تحت الجذر يطلع لي التخانة اللي انا محتاجها 2.25 سنتيمتر. هستعمل بليت تخانته 24 ملي، يبقى انا هستعمل تخانة البليت كونكتنج بليت 24 ملي، وابدأ احسب البراينج فورس بقى. A من شكل الكونكشن ده الاكويفالنت تي ستوب، حولتها المسألة زي اللي في الكود بالظبط. ال A هو 3.5، ال B هي المسافة ما بين المسمار إلى أول اللحام، فأنت اللحام ده احنا قايلين إن هو 12، الرمز ده يعني إن أنا اللاحم التوب فلانج دي باللحام هيطلع بعيد عنها لغاية 12 ملي. تمام، يعني المثلث الأسود ده 12 ملي كده. يبقى ال B تساوي كام؟ هقدر احسبها، اللي هي المسافة دي كلها ناقص 2 في 1.2
اللي هو سمك اللحام ناقص الفلانجة على 2 يطلع لي البي اللي هي البي دي والبي دي بتساوي 3.475. W اللي هي سنتر لاين تو سنتر لاين للمسمار الواحد، المسمار ده مسؤول عن طرف البليت إلى نص الوصلة، ودي ال W بتاعته اللي هي 12. AS من الجداول اللي هي stressed area بتاعت المسمار، لما ترجع للتابل 6.3 هتلاقي ال stressed area ب 3.03 سنتيمتر سكوير. أنا كده بطلع المعاملات اللي هستعملهم جوه المعادلة الكبيرة دي، تمام؟ T external bolt due to moment اللي هو قيمة الشد بقى في كل مسمار هي TB tension due to moment البندنج مومنت على 4، يطلع كل مسمار في شد 5.82 طنز. ممكن تلاحظ انه انا عملت ابديت شويه على المحاضره دي ورفعتها لك فيرجن تاني، كلاهما صحيح يعني اللي قبل كده بس كانت مور كونسرفاتيف او الحل فيه شويه complications شوية بس هو more accurate، ولكن ده حل approved وacceptable حتى في الكود بيشير إليه، فما فيش داعي يعني حسيت ان انا مكعبلها عليك قوي بان انا مخليها very defined calculations، عشان كده سهلتها شوية، فهتلاقي الفيرجن ده يمكن اسهل شوية في الاناليسيس بتاعه. هناخد T external moment هو T على 4، والT زي ما اتفقنا هي tension force في الأول خالص اللي أنا جايبها هنا، قسمتها على 4 مسامير، مسمارين هنا ومسمارين وراهم، أوكي؟ يبقى ده الشد الناتج عن العزوم في كل مسمار 5.84. أعوض تعويض مباشر في البراينج فورس equation، طبعا كل المقاسات دي جبناها خلاص، يبقى البراينج فورس بتساوي 0.68 طن. هتأكد ان البليت اللي انا فرضته 24 ملي ده هو سيف، فهجيب المومنت الناتج عن البراينج فورس والتنشن اللي في المسامير من الشكل اللي موجود عندك في الكود، بيطلع عندي مومنت عند المسمار قيمته PA ومومنت في نص المسافة اللي هو عند الفلانجة، يعني مومنت ده قصاد الفلانجة بالظبط قيمته M2. طلع M1 هي البراينج فورس في الA، تطلع القيمة دي، وM2 هي البراينج فورس في الA minus T external bolt due to moment في الB، يطلع القيمة دي. يبقى أنا أشوف القيمتين دول 17.84 والقيمة دي ل 2.38، طبعا الأكبر هي القيمة دي هي اللي هتحدد لي تخانة البليت، وأقوم أعوض في المعادلة اللي هي جذر 6 M على البي في الاف بندنج. 2 W بار دي ما هي إلا عرض البليت المعرض للعزم ده، يبقى بالتالي ده عايز 1.7 سنتي، أنا مستعمل 24 مليمتر، يبقى افتراضي لتخانة البليت افتراض آمن. وكم ممكن أنزلها شوي؟ ممكن أخليها بقى، أنا افترضت أنها 24، ممكن أخليها 20 بس. بس لو عملت كده لازم أرجع خطوة لورا وأحسب دي تاني، لأن هيتغير الرقم الـ 0.68 ده هيتغير، فأقوم حاسب دي تاني لو غيرت الـ TP. بعد ما غيرتها وحسبتها تاني هيتغير قيم العزوم، وأقوم مشيك تاني على البندنج مومنت. المهم إنه النتيجة ده هو الأكيوريت، ده الأكتوال، لازم يكون أقل من اللي انت فرضته في الأول. وارجع بقى كل الدوران ده واللف والدوران ده عشان أوصل في الآخر للمعادلتين الوحيدتين اللي بيقولوا لي إذا كانت الوصلة دي آمنة ولا unsafe، اللي هو T external bolt due to moment plus prime force لازم تكون أقل من 8.10 T، والشير في كل مسمار لازم يكون أقل من الPS بتاع
كل مسمار. فكده يبقى انت اطمنت ان ايه الوصلة بتاعتك سيف. اوكي تهيألي كده خلاص. طيب اي سؤال يا باشمهندسين؟ انا دكتور بعد اذنك اتفضل. لو حصل عندي سيبريشن في الوصله، هل انا هغير نوع الوصله او الاجراء المطلوب ان انا مثلا بعد ما اعمل السيبريشن وموجود الحل ليه، او ان هو خطوه زياده زي ما حضرتك قلت ومش لازم ان انا اهتم بيها؟ بتتكلم على السيبريشن، يعني انا عايز بس اتاكد ان انا فهمت سؤالك. حضرتك بتسالني على السيبريشن اللي ممكن يحصل في الوصله دي. هنا في المثال ده قلنا انه شيكت على انه هيحصل انفصال، صح؟ هنا مش لازم اشيك على انه هيحصل انفصال. يعني عاده انا بشيك على هيحصل انفصال لما يبقى انا هتعامل مع الوصله بالستريس ديستريبيوشن، ده الاجهاد الناتج عن العزم، تمام؟ فلو انا هتعامل مع الوصله بالستريس ديستريبيوشن وهترجم الشد الناتج جهه في مثلث الشد ده، اترجم ده الى تنشن فورس في المسمار، يبقى يهمني انه ما يحصلش انفصال. ليه؟ لانه الستريس ديستريبيوشن ده ناتج عن ان انا قلت ان المستطيل ده كله متلامس، كله لازق في بعضه، يعني الهيد بليد ده لازق على الفلانجة العمود، فعشان ده لازق في بعضه قلت انه ده ليه انرشيا حوالين المحور ده قيمتها بي في اتش تكعيب على 12، تمام؟ طب لو انا جيت قلت انه ده الفرض بتاعي ده مش صحيح، ليه مش صحيح؟ عشان هو هيفتح من هنا، لو هو فتح يبقى اللي عامل التلامس هو ده بس، الازرق بس، تمام؟ والجزء ده مش شغال معايا، فاصبح الانورشيا اللي انا حسبتها وباني عليها كل المعلومات دي غلط، لانه الاتش ما بقتش اتش، بقى اللي فيه تلامس جزء صغير مش الاتش كلها، فده لخبط الكونكشن، خلاها حاجه ما بين الفريكشن وبين البيرنج تايب. فبيقول لك ايه، ما دام انا مش متاكد هي فريكشن ولا بيرنج، اشتغل انها بيرنج تايب كونكشن، اشتغل انها بيرنج، لانه اذا اشتغلت انها بيرنج تايب كونكشن ابقى انا كده في السيف سايد، لان طبعا هي از سيف بيرنج يبقى اكيد سيف فريكشن، تمام؟ فهنا لازم اطمن انه ما حصلش سيبريشن، عشان انا كل شغلي هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على الستريس ديستريبيوشن الناتج من المومنت. هنا بقى في المساله الثانيه دي انا ما جبتش سيره الستريس ديستريبيوشن خالص في الحل بتاعنا، عشان كده قلت لك الخطوه دي لو انت ما عملتهاش محدش هيزعل منك. ليه بقى؟ لان مش هعتمد عليه، وانا هعتمد على الستريس ديستريبيوشن. يعني هل احنا شايفين الرسمه دي؟ هل في المثال كله انا جبت سيرة ده خالص ما استعملناهوش؟ فكون ان هو يفتح او الجزء ده يسيب العمود ولا ما يسيبوش ولا هيفرق معايا في حاجة، انا التنشن فورس شايلها على 4 مسامير دول وحولت المسألة لحاجة equivalent خالص اللي هي التنشن في ده وقسمه على 4 مسامير وخلاص، تفصل ما تفصلش ولا تهمني في اي حاجة. اوكي ممكن يعني لو حصل عندي سيبريشن يبقى كده بقى اصغر الاي بتاعتي، ولا اغير نوع التوصيله ذات نفسها ان انا مثلا استخدم توصيله عاديه بدل اللي هي الهاي سترينث؟ طيب لو حصل سيبريشن يبقى انت بتسال على المثال دوت. لو المثال ده حصل فيه سيبريشن اعمل ايه؟ هستعملها بيرنج تايب كونكشن، ما تنفعش تبقى فريكشن تايب كونكشن. اوكي فالبيرنج تايب كونكشن ليها حسابات اخرى، بينزل النيوترال اكس في مكان ما هنا، بس انا مش قايل لك عليها، مش يعني ايه مش عايزين نكلفكم بيها. بينزل النيوترال اكس هنا واقعد احاول بقى اشوف النيوترال اكس راح فين واحسب الانرشيا بتاعه الوصله
بحيث انه ده بس هو اللي مضغوط، مش كل البليت مضغوط. اوكي، ده لو حصل سيبريشن، وده معنى تمام. بيرنج، ده معنى بيرنج تايب كونكشن. بس احنا مش بنتكلم هنا على البيرنج تايب كونكشن. اوكي، فالمفروض انه ما يحصلش سيبريشن. تمام، لو ما تمام. حصل عشان ما يحصلش سيبريشن، يبقى قدامك انت حل من اتنين: يزود عدد المسامير، تمام، يزود عدد المسامير، يا اكبر المسمار نفسه، بدل 22 استعمل 24 ولا مسمار اكبر منه، تمام، عشان امنع السيبريشن، عشان تكمل المسألة باللي احنا بنقوله لك هنا، وإلا تبقى حاجة تانية خالص مش ده. خلاص، تمام يا دكتور. معلش سؤال تاني. ايوه. إيه، انا بستخدم التستاب اما يبقى عندي مسامير فوق الفلانجة وتحت الفلانجة بس. مظبوط. تمام، شكرا. العفو. منصين، اي حد عنده سؤال تاني؟ اوكي، دكتور بعد اذنك، ايوه فهم. الاكزامبل اخر اخر اكزامبل حاليا في اه السي بي اللي هي تخانة البليت اللي انا فرضتها في الاول، اللي هي طلعت 2.4، وبعد كده لما تمام. الثاني طلعت معايا 1.7. طب لو طلعت اكبر بروح ازود التخانة واعيد المسألة من اول وجديد؟ تمام، لو طلعت أكبر، لو طلع ده أكبر من ال 24 مللي اللي أنا فارضها في الأول، يبقى كده التخانة اللي أنت فارضها أنصيف، يعني تخانة البليت عايزة ما تبقاش 24، عايزة تبقى أكتر من كده. تمام، عادة لو أنا اخترت الأكبر هيطلع الموضوع سيف، مش محتاج ان انا ارجع اعيد تاني. بس الصح ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج ده مثلا، سي انه ده طلع 2.8 مثلا، يعني فهستعمل بليت 28 او بليت 30، لازم ارجع هنا واحط دي بالقيمة الجديدة واطلع ده برقم جديد، وبعدين بعد ما طلع ده رقم جديد هيطلع مومنت جديد هنا وهنا، ويطلع تخانة جديدة. التخانة الجديدة اللي هتطلع بقى تطلع مثلا 2.6، يبقى اوكي. تمام، تمام يا دكتور، شكرا. عفوا، هو ماشي، اتفضل. البيم ما جاي يجيبها هنا، هل ان انا هرجع اعوض تاني يعني انا 371 من 10 تي، تمام، البي اللي هنا النتجة عندي انها دخلها في المعدة مع التي اكسترنال اللي بتاع المومنت. بي ده ده ناتج عن اللي هو اللي ال 24 اللي انا كنت فرضها. البي ده المعادلة بتاعته اهي، صح، فيها تي بي، فيها تخانة البليت، عشان كده مرتبطين ببعض. يعني البي دي مش هرجع اجيب بي تاني، هي البي اللي انا جبتها في المعادلة احطها تحت. تاني، عشان اجيب البراين فورس لازم اعرف تخانة البليت، خلاص، وعشان اعرف البراين فورس لها علاقة بتخانة البليت، البراين فورس بتعمل عزم على البليت، فما دام عملت عزم على البليت بترجع العزوم دي تديني تخانة للبليت، يعني هما معادلتين انتر اكشن ايكويشن، بغير دي ده يتغير، ارجع اغير ده الاقي ده اتغير، فاهمني؟ كل ما فلازم الاثنين يتعملوا، افرض حاجه واوصل لنتيجه وبعدين اشيك على النتيجه دي صح ولا غلط، والا ارجع ابدا من الاول تاني، كانك بتعمل اتريشن، كانك بتعمل محاولات، لان هما المعادلتين مرتبطتين ببعض، البي ليها علاقه بتخانه البليت، البي ليها علاقه بتخانه البليت، وبعدين تخانه البليت ليها علاقه بالبي، فهمتني؟ تمام. ماشي كان بس. اوكي فهم. اي سؤال تاني يا باشمهندسين؟ اوكي، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.